الاحتجاجات على مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد أخذت منحا آخر في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية. منطقة كابيتل هيل في وسط سياتل كانت في صدارة المشهد، فبسيطرة المحتجين عليها وبمغادرة قوى الشرطة لها باتت المنطقة أشبه بالخالية سوى من حشود المتظاهرين. المنطقة المكونة من 7 كتل من المنازل شهدت دوريات للمحتجين، ولكن لم يسجل أي حادث عنف فيها. اقتصرت الأنشطة والتحركات فقط على الاحتجاجات والاحتفالات. محتجون أمريكيون يعلنون أحد أحياء مدينة سياتل في ولاية واشنطن خارج سيطرة الشرطة، خطوة جاءت بعد تدهور الوضع الأمني في المدينة وانسحاب رجال الشرطة من المنطقة عقب مواجهات مع محتجين على مقتل جورج فلويد. سمح للمتظاهرين بالتجمع وإقامة منطقتهم حول مفوضية للشرطة للحد من التصعيد وبناء الثقة حسب تصريحات عمدة المدينة. استبدل المحتجون كلمة شرطة بكلمة شعب، وكتبوا عند مدخل منطقة كابيتول هيل المستقلة: أنت الآن تغادر الولايات المتحدة الأمريكية. وضع أثار غضب الرئيس دونالد ترامب، استياء بدا واضحا في تغريداته واصفا المحتجين بالإرهابيين الداخليين. وبنبرة الاستياء ذاتها دعا ترامب حاكم الولاية وعمدة المدينة إلى التحرك سريعا وفرض القانون والنظام لاستعادة سياتل من قبضة من اعتبرهم فوضويين، وتوعد بأن يقوم بذلك بنفسه في حال عجزت سلطات الولاية التي يقودها ديمقراطي اليسار الراديكالي على حد تعبيره. اعترضت عمدة المدينة على ما كتبه ترامب قائلة إنها ترفض التهديد باجتياح سياتل من قبل الرئيس الأمريكي، بعد تأكيدها أن معظم التظاهرات في المدينة كانت سلمية. ومنذ الإعلان عن المنطقة ذاتية الحكم لم يسجل أي حادث عنيف، بل تحول المكان إلى ساحة مفتوحة للإبداع الفني وللمظاهرات وطرح الأفكار. وينتشر في المنطقة متطوعون يقدمون خدمات طبية مجانية ومواد غذائية تبرعت بها متاجر محلية. معنا عبر سكايب من إنديانابوليس بولاية إنديانا دانا بيترد، الجنرال السابق في الجيش الأمريكي، وعبر خدمة سكايب من أورلاندو بولاية فلوريدا توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية. مرحبا بكما أستاذ توم. ماذا نسمي فرض مجموعة من الناس، سكان، مواطنين في منطقة معينة، القانون باستبدال الشرطة واستخدام سلاحهم حتى ولو كان هذا فرضا للقانون ولم يكن هناك أي حوادث، ولكن استبدال القانون التقليدي، استبدال السلطة التقليدية في منطقة معينة، ماذا تطلق عليه وماذا يسمى من ارتكب ذلك؟ هودي مهزلة تجاه المجتمع الأمريكي وسخرية للشعب الأمريكي. هودي ميليشيات خارجين عن سلطة الدولة، وكما رأينا بنيوا جدار وحواجز وفرضوا خوة لمن يدخل ويخرج ومراقبين هم مسلحين، فهودي خارجين عن القانون. يعني على بكرة إذا بقي الأمر لمشاكل داخل هالمجموعة، من يحل المشاكل ولمن سيتصلوا؟ سيتصلوا بالشرطة العادية أم هم سيقوموا بشرطة؟ إذا صار في محاولات اغتصاب ومخالفة للقانون، من يدعون؟ يدعون جماعة المخدرات أم مافيا المخدرات؟ هؤلاء يعني سخرية من عمدة المدينة حتى تسمح لمجموعات الاستهزاء بالشرطة وابدال الشرطه بمجموعات مثل هودي الميليشيات الخارجين عن الامن. قد يعني قالت يعني العديد من التقارير تحدثت، وحتى المسؤولين استاذ تام بالولايه وفي المدينه في سياتل قالوا بان هناك احتجاجات سلميه كثيره وما زالت موجوده هذه الاحتجاجات السلميه، وهذا مشهد لربما يؤثر عليه كثيرا، ولكن ساعود الى هذه النقطه بعد قليل. أستاذ دانا، لو كنت أنت على رأس عملك الآن في الجيش، ما هو القرار السياسي الذي تتوقعه الآن ومرتبط بأي تحرك
لإيقاف كما وصفها أستاذ توم هذه المهزلة، ماذا تتوقع؟ أن تترك كما هي؟ أم أن نوع الحزم يجب أن يختلف ويرتفع إلى مستوى غير مسبوق؟ يجب أن يتم بناء على القيادة الموجودة على الأرض المدنية، وهي العمدة، عمدة سياتل، وحاكم ولاية واشنطن وسياتل جزء منها. هم لم يطلبا أي عمل فدرالي أو أي مساعدة فدرالية. منطقة الحكم الذاتي هي منطقة للاحتجاج السلمي، وأعتقد أن الأمور حسنة ولم تخرج عن السيطرة حتى الآن. لو اقتربنا من هذا الأمر، الحرس الوطني في ولاية واشنطن يمكن استخدامه، وإذا لم ينجح هذا الأمر يمكن استخدام القوات الفدرالية بطلب من حاكم واشنطن أن يطلب من الرئيس ترامب، ولكن لم نصل إلى هذا الحد بعد. ولكن يعني أنت تقول بأن الوضع يعني عادي أو هناك سلم في تلك المنطقة. إدارة الشرطة كانت قد ألقت باللوم على إدارة المدينة، على البلدية، وقالت هم السبب، هناك بداية تراشق، وهذا قد يكبر يا أستاذ دانا. يعني القضية ليست بالوردية التي تتحدث عنها حضرتك، هناك من يراقب ويرى وقد يقول لك ذلك. ما يجب أن يحدث هو أن الجانبين يجب أن يتحدثا. آخر شيء نحتاجه هو عسكرة المنطقة، وأنا أتحدث كجنرال في الجيش، حاربت كثيرا في كثير من المعارك حول العالم، ولكن هذا ليس الوقت ولا المكان للقيام بهذا الأمر. ما يقف خلف الاحتجاجات هي طلبات مشروعة. حياة السود مهمة. حان الوقت لبلادنا في الولايات المتحدة الأمريكية أن تضمن المساواة للجميع. هذا وقت للنقاش، هذا وقت لحل المشاكل، وليس وقت لعسكرة الأمور. أليس على المحتجين في تلك المنطقة هم أن يفهموا ذلك بداية؟ يا أستاذ دانا تقول، وأنقل الكلام لأستاذ توم، تقول بأنه لا نود أن نرى عسكرة للمدينة. يا أستاذ توم، هل تود أن ترى ميليشيات في المدينة أيضا؟ أكيد لا. يعني تقول إذا هذه المجموعة مثلها مئات المجموعات قاموا باحتلال مدن كبيرة في الولايات المتحدة بطريقة سلمية، ومنعوا الاقتصاد أن يستمر وأصحاب المتاجر والمحلات والموظفين، ماذا سيحصل وإن بقيوا سلميين؟ فهل هذا يجوز لتبرير، مع احترامي للجنرال دانا ونحن نشكره على الخدمة التي قدمها تجاه المجتمع الأمريكي في كل بلدان العالم، فهل يجوز لهؤلاء الميليشيات أن توقف الاقتصاد وتمنع أصحاب المحلات والمتاجر إذا قاموا على بمكان ما معين ليس هنالك محلات تجارية ومساكن ربما نخفض لها؟ ولكن يا أستاذ توم، هذه السلطة، يعني السلطة المنتخبة في المدينة وفي الولاية، هذا هو قرار السلطة المنتخبة، هو يمثل قرار الشعب اليوم. يعني من يعارضك يقول لك بأنه يعني إذا كانت إدارة البلدية، إدارة المدينة هي لم تطلب ذلك، فهي تمثل إرادة الشعب في المدينة. صحيح، ونحن نرى اليوم بأن معظم المدن التي يحكمها ممثلين عن الحزب الديمقراطي يتنازلون شيئا وشيئا لهذه المجموعات الراديكالية تحت نظرية السلم والتحرر. يعني أنت تتبنى التصريح الأخير لربما قبل عدة أيام من الرئيس الأمريكي؟ أي تصريح منه؟ المتعلق قال بأن الجماعات أو من هم من الحزب الآخر أو الأطراف الراديكالية اليسارية كما وصفها تحديدا تقوم بالتنازل لهذه الجماعات. طبعا الحزب الديمقراطي اليوم ينسرق من الشعب الديمقراطي بالذات، ينسرق قليلا وقليلا. مثلا على سبيل المثال، عندما الأحزاب اليسارية تتناغم مع الأحزاب الراديكالية في الشرق الأوسط، مع حماس، مع حزب الله، إنه يقومون بتحرير أراضي، ونعرف كيف يعودون ويحتلون الأرض التي هي فيها ويقمعون المجتمعات. اليوم الذي يحصل في سياتل لا فرق كثير عن البلدان التي تبدأ
بهذه التحركات وتنتقل هذه التحركات إلى استعباد الشعب شيئا فشيئا وتضعه تحت المحك مثل ما يفعلون ويبدأون بالسأر هؤلاء المجموعات بأخذ الخوة أولا وسينتقلون إلى العصابات مع المافياويات في المنطقة. كيف يمكن وقف العدوى أستاذ دان؟ يعني هل ممكن أن يكون ما حصل في سياتل هو معدي لمنطقة أخرى وهذا خطير؟ ما يحدث هو أن معظم المحتجين في الولايات المتحدة هم سلميين. هذا حدث كنتيجة للقتل الذي لا يتسم بالعقل الذي حدث لجورج فلويد في مينيسوتا، احتجاجات شرعية. طبعا لا يجب أن يكون هناك عنف، ولكن منطقة ذاتية الحكم في سياتل حتى الآن يبدو أنها في حالة لا بأس بها. لدينا عمد منتخبين وحكام منتخبين، إذا شعروا أن الأمور ستخرج عن نطاق السيطرة طبعا سيطلبوا المساعدة بالتأكيد، ولكن حتى الآن آخر ما نحتاج إليه هو كل ما نحتاج إليه إلا الحديث مع بعضنا البعض وأن نساعد في التعامل مع مسألة العنصرية في الولايات المتحدة، وليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في أنحاء كثيرة حول العالم. لقد تحولت الأمور إلى حركة وحركة إيجابية. أنا كجنرال أحب النظام وأحب الصرامة، ولكن هذه احتجاجات شرعية. هذا هو التعديل الأول للدستور، الحق في الاحتجاج بسلمية. ولكن يا أستاذ دانا تقول بأنه يعني ترى إدارة المدينة بأن الأمور تسير بشكل جيد، يعني أنت وكأنك تقول، وسامحني أنا أطرح يعني السؤال حتى نستطيع أن نشرح أكثر ونحاول التكهن بما يمكن أن يتساءل عنه المشاهد، وكأنك تقول بأن ما جرى هو عادي وهو تحت مظلة القانون، وأن إدارة المدينة ترى بأن من الطبيعي أن تكون هناك 7 أحياء تجتمع سوية وتستغني عن سلطة القانون إلى حين آخر. أليست هذه مشكلة؟ أتفق مع زميلي في أنك لا تريد وقف الأعمال وفتح الأعمال، لا تريد الإضرار بالممتلكات ولا تريد إصابة أي شخص. من يتسبب في أي أعمال عنف يجب القبض عليه، ولكن غالبية الناس هم محتجين سلميين، وهذا هي القضية. إذا ارتكبوا عنف لابد من القبض عليهم، ولكن الباقي وهم الأغلبية العظمى يجب أن يسمح لهم بالاحتجاج السلمي. كيف يؤثر هذا على المشهد اليوم؟ هل باتت مظلة الإجابة أستاذ تام، قضية الاحتجاج السلمي هي مبرر للتغاضي عن مثل هذه الأحداث التي وقعت في سياتل أو مثل لا الحضر. هذا غلط بغلط، إنه الاحتجاجات السلمية بأماكن معينة ولكن ليس سيطرة على 7 شوارع. اليوم هنالك مجموعة من أصحاب هؤلاء المحلات والمساكن هنالك يرفضون ما يحصل بهم ويطلبون من الشرطة التدخل ويطلبون من عمدة المدينة التدخل، ولكن عمدة المدينة رفضت والشرطة رفضت أن تتدخل إلا بأمر من عمدة المدينة. هذا انتهاك للحريات بالذات. على سبيل المثال نرى المتظاهرين بغير مدن اليوم يكسرون تماثيل كريستوفر كولومبوس المكتشف للبلاد الولايات المتحدة. ديفيد جيفرسون ريتشموند فيرجينيا. ولكن هؤلاء المجموعات يحافظون على تمثال لينين في سياتل. يعني كل شيء ما يخص الاشتراكية الدولية الشيوعية اليسار المتطرف هم يحافظون عليه في هذه المناطق. أستاذ توم أشكرك جزيلا. توم حرب من فلوريدا مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، أشكرك جزيلا أيضا وأتمنى أن نلتقي مرة جديدة من ولاية إنديانا. دانا بيترد الجنرال السابق في الجيش الأمريكي، شكرا جزيلا جنرال دانا.